إذن لو توضحي لنا تفاصيل أكثر عن مسألة باب الطاعون والتقديم فيما يخص هذه الطاعون، يعني تفاصيل أكثر مع حضرتك توضحيها لنا. بالنسبة للنتائج للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية التي ترشح لها 26 مترشحا، تم الإعلان يوم 17 سبتمبر على هذه النتائج، ووفقا للقانون باعتبارها انتخابات سابقة لأوانها فإن أجل الطعن يكون يومين من تاريخ الإعلان، أي أنه اليوم يكون آخر أجل لقبول الطعون لدى المحكمة المختصة وهي المحكمة الإدارية، ويمكن أن تكون هذه الطعون يجب أن تكون معللة ومؤيدة وتقدم لمقر الدوائر الاستئنافية للمحكمة. طيب ما الاختصاصات الأخرى التي ستقوم بها الهيئة في الفترة القادمة؟ يعني هل ستتابع فقط هذه الطعون وستتابع أيضا جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، أم أن هناك أيضا اختصاصات أخرى ستقوم بها الهيئة؟ بالنسبة لهذه الفترة تعرفوا أنها أيضا فترة انتخابات تشريعية انطلقت الحملة بشأنها منذ يوم 14 سبتمبر 2019 ويكون الاقتراع فيها يوم 6 أكتوبر 2019، فنحن بالتوازي نعمل على هذه الانتخابات التشريعية مع الاستعداد للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية، لأنه في كل الحالات سيتم التنظيم من قبل الهيئة للدورة الثانية انطلاقا من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى، إن كان هناك طعون أو لم يكن هناك طعون تعلن الهيئة عن النتائج النهائية، وعندما تعلن عن ذلك تحدد التاريخ اليوم المحدد لجولة الإعادة أي الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية. طيب وماذا عن رصد يعني الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية؟ إذا كان هناك مخالفات، إذا كان هناك شكاوى، التعامل أيضا مع المراقبين الدوليين على هذه العملية الانتخابية، ماذا في هذا الشأن أيضا؟ يعني ما هي ملاحظاتكم وما هي أصلا يعني إجراءات التنسيق مع هؤلاء المراقبين وهذه البعثات التي جاءت لتراقب الانتخابات في تونس؟ نحن نستعمل عبارة ملاحظة الانتخابات لأنه الملاحظين سواء الدوليين أو المحليين هم ملاحظون الهيئة مستقلة عنهم تماما، أي أنهم يعدون تقارير تكون عالمية ينشرونها، يعدون ندوات صحفية فيها، هم ملاحظون مختلفون عن الهيئة، أي أنهم يعطون للرأي العام تقديرهم لهذه الانتخابات، بينما الهيئة لها المراقبين التابعين لها المحلفين والذين يعدون تقارير يمكن إحالتها على القضاء الجزائي أو أيضا القضاء الإداري، وتعتمدها الهيئة بالنسبة لإعداد التقارير واتخاذ الإجراءات بناء على الفصل 143، وذلك ما فعلته الهيئة يوم 17 سبتمبر لأنها تلقت النتائج الحسابية من مختلف اللجان الفرعية للهيئة في مختلف الهيئات الفرعية، وثم قدرت المخالفات. كان لنا جملة المخالفات والشكايات، احتسبنا كل ما يمكن أن يكون ذا أثر على الانتخابات باعتماد أيضا الفارق في الأصوات بين المترشحين، وانتهينا إلى أنه رغم بعض المخالفات فإنه لم يتم تسجيل أثر على نتائج الانتخابات. بشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذة حسناء بن سليمان عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، كنت معنا عبر الهاتف من تونس.